الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى وبه نستعين، ونشكره ونستغفره ونتوب إليه، ونسترشده ونستهديه، ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. فحمدا للإله بإثر حمد على فضل تكاثر في ازدياد، وشكرا دائما في كل وقت نروم ثوابه يوم التنادي. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تزكي أعمارنا بركة وإشراقا. وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، حثنا على اغتنام الأوقات ابتدارا واستباقا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، رغبة في الجنان واشتياقا. ثم أما بعد، فيا عباد الله، خير ما يوصى به تقوى الله جل وعلا، فاتقوا الله في السفر والانتجاع والحضر والارتباع، فإن تقوى الله سبحانه وتعالى خير زاد وأعظم متاع. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ألا واعلموا رحمني الله وإياكم معاشر المؤمنين، أن من حسن الأخلاق وطيب الصفات وعظيم القيم التي دعانا إليها الإسلام علو الهمة، أن يكون المؤمن ذا همة عالية. وعلو الهمة هو استصغار ما دون النهاية من معالي الأمور، وطلب المراتب السامية في كل شأن من الشؤون. نعبر عنها بالطموح، نعبر عنها بالإرادة، فهي الهمة العلية التي بها ترتقي الأمم إلى أعالي القمم، وبها تسمو النفوس إلى محاسن الشيم، وهي سلم الرقي وباب التقدم والفوز. يجزي الله بها من صدق حتى وإن لم يوفق للعمل. روى إمامنا مسلم رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: إذا هم عبدي بسيئة فلم يعملها فلا تكتبوها عليه، فإن عملها فاكتبوها له سيئة، وإن هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، فإن عملها فاكتبوها له عشرا. وهكذا يصل العبد بهمته ويرتقي إلى عظيم الدرجات ومضاعفة الحسنات. روى الإمام ابن حبان في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبق درهم 100,000. قالوا: كيف ذاك يا رسول الله؟ قال: رجل له مال كثير فتصدق منه 100,000، ورجل ليس له إلا درهمان فتصدق بأحدهما. ولله در من قال: على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتكبر في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. وإننا لو تصفحنا الوحيين كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لوجدناهما مليئان بما يحثنا على علو الهمة
وقوة العزيمة. يقول سبحانه: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. ويقول جل وعلا يحثنا على التسابق إلى الخيرات وبلوغ رضا الله عز وجل: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. وروى الإمام ابن ماجة عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. المؤمن القوي قوة الإيمان، قوة الروح، قوة اليقين، قوة العلم، قوة المادة وقوة البدن. فالقوة تشمل جميع مناحي الدنيا والآخرة. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. احرص على ما ينفعك، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم، احرص على ما ينفعك ولا تعجز، فإن غلبك شيء فقل قدر الله وما شاء فعل، وإياك ولو، فإن لو تفتح عمل الشيطان. وإن أول أو من أول ما نزل من كتاب ربنا سبحانه وتعالى على قلب نبيه صلى الله عليه وسلم ما يدعوه إلى علو الهمة وشحذ العزيمة لطلب معالي الأمور. يقول سبحانه: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وكأن الله سبحانه وتعالى يوجه نبيه ومصطفاه عليه الصلاة والسلام ويشحذ همته إلى ما سيلقى عليه من ثقل الأمانة ومهمة أداء الرسالة. وهكذا كان عليه الصلاة والسلام المثل الأعلى في علو الهمة وقوة العزيمة. وربنا سبحانه وتعالى يأمر نبيه عليه الصلاة والسلام بأن يقتدي بمجموعة من قبله من الأنبياء أثنى الله عليهم لعلو همتهم وقوة عزيمتهم، حتى سماهم القرآن الكريم أولي العزم، فقال سبحانه: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وهكذا كان شأن مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجه صحابته الكرام إلى ما يقوي عزائمهم وإلى ما يشحذ هممهم في طلب الخير والتسارع إلى رضا الله والبلوغ إلى رضوانه والفوز بمحبته. روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي نصوص كثيرة من سنة مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. وهذا شحذ للهمة ودعوة إلى المسابقة إلى ما يرضي الله عز وجل. ولو يعلمون ما في التهجير أي التبكير لاستبقوا إليه. ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. وهذا سيدنا كعب بن ربيعة الأسلمي الصحابي الجليل الذي شغفه حب مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يضرب لنا مثلا راقيا وأنموذجا ساميا في علو الهمة، حيث لما أتاح له مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفرصة لأن يسأل طلبه ويعرض بغيته، ما طلب منه منصبا زائلا ولا دنيا فانية ولا جاها مضمحلا، وإنما سأله أن يكون رفيقا له في الجنة. قال له: أسأل مرافقتك في الجنة يا رسول الله. قال: أو غير ذاك؟ قال: هو ذاك يا رسول الله.
فهذا يدل على علو همة هذا الصحابي الجليل. لم يسأله حتى الجنة فحسب، وإنما سأله أن يكون رفيقا له في الجنة، فما الجنة دون محيا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأرشده عليه الصلاة والسلام إلى سبيل يشحذ له هذه الهمة ويقوي له هذه العزيمة لكي يصل إلى مطلوبه ومبتغاه، فقال له: أعني على نفسك بكثرة السجود، أعني على نفسك بكثرة السجود. معاشر عباد الله المؤمنين، ما أحوجنا إلى أن نشحذ همم أبنائنا وأجيالنا فيما ينفعهم في الدنيا والآخرة، وفيما يحقق لهم سعادة الدارين. وعندما نتكلم على علو الهمة، لا يعني أن الهمة تقتصر على جانب واحد من جوانب الحياة أو غير ذلك، وإنما هي شاملة لجميع جوانب الحياة، شاملة لما يحقق سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. ولعل من أهم الجوانب التي ينبغي لنا أن نشحذ لها همم الناشئة والأجيال هو المسارعة إلى ابتغاء رضا الله ونيل محبته والفوز بجنته، وذلك بأداء الفرائض وزيادة النوافل. يقول سبحانه في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وإن من الجوانب العظمى ومن أهمها التي ينبغي أن نشحذ لها همم أبنائنا وأجيالنا العلم وتحصيله وطلبه، لأن بالعلم تقام الحضارات وتبنى الأمم. لا تبنى حضارة من الحضارات ولا تقوم دولة من الدول إلا على أساس من العلم النافع. فالعلم كما قال الشاعر: يهدم أو يبني بيتا لا عماد له، والجهل يهدم بيت العز والكرم. ولذلك كان أول ما نزل من القرآن الكريم يدعونا لتحصيل العلم ويحثنا على الأخذ بأسبابه: اقرأ باسم ربك الذي خلق. والعلم يشمل كل ما ينفع البشرية ويحقق لها سعادتها الدنيوية والأخروية وييسر لها مصالح حياتها. ولعل كذلك من بين الجوانب التي ينبغي أن نشحذ لها همم أبنائنا وأجيالنا العمل. فالعمل أساس في قوة الأمم، وعماد من أعمدة البناء، وسبيل إلى القوة والرقي. لا يقوى اقتصاد أمة من الأمم إلا بالعمل والإنتاج. ولذلك يحثنا الإسلام على بذل الجهد واستفراغ الوسع واغتنام المواهب للعمل والإنتاج حتى في أحلك الظروف وأسوأ الأحوال. يقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام البخاري في الأدب المفرد عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها. إشارة إلى أن المؤمن ينبغي أن يكون دائم العمل، دائم العطاء، ينبغي أن يكون إيجابيا في كل وقت من الأوقات. وإذا تحدثنا عن العمل فإن قرينه الإتقان وتجويد العمل، فإتقان العمل وتجويده والإخلاص فيه فريضة شرعية وضرورة واقعية يفرضها علينا ديننا ويفرضها علينا واقعنا. وصدق مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآي والذكر الحكيم، وأجارني وإياكم من عذابه الأليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم،
فاستغفروه تجدوه غفورا رحيما، هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الكريم المنان قديم الإحسان عظيم الشان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الرحيم الرحمن، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمدًا عبده ورسوله سيد ولد عدنان، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان. ثم أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله سبحانه وتعالى في السر والعلن، واجتنبوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. معاشر عباد الله المؤمنين، لعل من الجوانب التي ينبغي أن نشحذ لها همم أبنائنا وأن نقوي عزائمهم فينا خدمة الوطن والوفاء له، فهما أمران مرتبطان لا ينفكان عن الفرد المسلم، وهما ملازمان له في حله وترحاله، في مكان عمله وفي بيته وفي وظيفته وفي تجارته. وإن خدمة الوطن والوفاء له إنما يظهران في احترام أنظمة الوطن والحفاظ على منجزاته ومنشآته وثرواته، يظهران في الدعوة إلى الخير وحسن الأخلاق ومكارم الشيم، والدعوة إلى الإخاء والتسامح والمحبة والتعاون، امتثالا لقول الله سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. خدمة الوطن والوفاء له يظهران في مناهضة كل فكر متطرف أو مناهضة كل توجه يؤدي إلى تشتيت وحدة هذه الأمة، يظهران كذلك في الدعوة إلى الوسطية والاعتدال ونشر روح المحبة والوحدة والتسامح بين أفراد الوطن الواحد. هذا وأكثر من الصلاة والتسليم على نبيكم الكريم، امتثالا لقول ربكم العظيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سر الأسرار ونور الأنوار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار، وعلى آله الأئمة الأطهار وصحابته البررة الأخيار، وعنا معهم بمنك وكرمك ما تعاقب الليل والنهار. اللهم وارض عن السادة الحنفاء والأئمة الخلفاء ذوي الفخر الجلي والمقام العلي، ساداتنا وأئمتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وارض اللهم عن عمي نبيك خير الناس سيدينا حمزة والعباس الطاهرين المطهرين من الشرك والأرجاس، وارض اللهم عن الحسنين الأحسنين والصبطين الجليلين سيدينا أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين، وارض اللهم عن أمهما فاطمة الزهراء وعن جدتهما خديجة الكبرى وعن أمنا عائشة أم المؤمنين وعن سائر أزواج نبيك أجمعين وعن الصحابة الأنصار منهم والمهاجرين وعن سلف هذه الأمة وصالحها وأوليائها وعلمائها وكل من سبقنا بالإيمان وكل من له الفضل علينا وعن أهل السلسلة والسند أجمعين يا رب العالمين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم إنا نتوجه إليك بجاههم عندك أن تجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا سالما ومعصوما، وأن لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا في من هديت وعافينا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم بلغ مقاصدنا، اللهم اقض حوائجنا، اللهم اشف مرضانا، اللهم عاف أصحاءنا، اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين. اللهم افتح لنا الأبواب ويسر الأسباب وذلل الصعاب يا رب الأرباب. اللهم يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وجد علينا
علينا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم إنا نتوجه إليك في أن تحفظ هذا الوطن وأهله. اللهم احفظ البلد وأهله. اللهم أصلح البلاد والعباد، ووفق من قلدته أمرنا إلى ما تحبه وترضى، وهيئ له البطانة الصالحة التي تعينه إذا ذكر وتذكره إذا نسي يا رب العالمين. اللهم أصلح حال المسلمين وشأنهم في مشارق الأرض ومغاربها، ووفق بين قلوبهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.